واضح ولا؟ هذه الكرة الأرضية نتاعنا تنقسم إلى جزئين، هذا على الماء، واضح بالي؟ بالتالي لابد تقوم بتجميع الماء، واضح ولا؟ وبارك الله فيكم أفريكان، وبارك الله فيكم إنكتيس. كيف تصب المطر باش يعملونا باش يعملونا اواني باش نحطوا فيهم، باش كي تهبط المطر ريحه نحطوا فيهم، نحطوا في الاواني نحطوا فيه الماء، وبعد هيك باش يهزهم باش يصفوه. يصفوا الماء نتاع الامطار ونولوا نجموا نشربوا الماء الصافي. نجم التلميذ تدهور الصحه نتاعه، هذاك السبب نتاعه شنو هو؟ سبب انعدام الماء، خاطر ما فماش ماء، رغم اللي منطقه سجنان فيها برشا سدود، فيها برشا كميات كبيره من الامطار. دونك عملناهم القلل هذوكم هوني، نحط صب يجيو في وسطهم، نلموا في وسطهم الماء نتاع الشتاء، في الاخر نخرهم معناها في الاخر بالكل، فما ان سيستيم دو فيلتر، معناها حاجه تصفي الماء باش ترد ماء الشتاء هذايا بوتابل، معناها تنجموا صالح للشراب ونجموا نشربوه، والصغيرات نتاعنا اليوم باش نجموا نشربوه. جمال نهبط لحظه برك. باش نكون صريحه معاك، معناها اللي قريناه الكل معناتها الكل تيوريك، معناها اما اللي نعملوا فيه سور لو تيران ماهوش كيف بالضبط. صح شويه كونتابيليتي صلحت لنا في الورشه، ولا في الورشه نتاع العمل نتاع السيد هذايا اللي نخدموا معاه على البروجي نتاع رؤيه، اما كي نجيو نحكيو معناتها في معناتها سور لو تيران تلقى روحك تتعلم برشا حاجات جدد، مش كيما اللي قريتهم جمله. كنت في وقت معين عندي عقليه المسمار في حيط، معناتها مريت فتره معينه اني نقول شهريه وكذا، بس اما ليه معناتها تدخلي لينكتوس معناتها، وحتى اني معناتها نعيش مع الواقع نتاعي، ما انسلختش من الواقع نتاعي، فهمتني؟ الكلام ماهوش ملموس برشا كي تقولي ما انسلختش، معناتها نخمم بعقليه القرن 21، تونس في القرن 21، تونس في ستة سنين بعد الثوره، تونس ستة سنين بعد الثوره، زعما يا هل ترى الوظيفه العموميه قادره اني تستوعب عباد اخرين؟ مستحيل، مش قادره. الكل؟ تخلي فيا حد شيء، نخلي يقولوا داخل الاثنين. اسمعني. شكون هذا اللي؟ هشام جست سيرفولو كهش سيرفولو تتولد